الكلاب على قدر وفائها ووداعتها، إلا أنها أحيانا تخرج عن إطار ما معروف عنها، حيث انتشر مقطع فيديو لثلاثة كلاب شرسة تهاجم سيدة أثناء سيرها وسط الشارع في الأرجنتين. وقامت هذه الكلاب بشدها من ملابسها وشد الأكياس التي كانت تحملها أيضا، وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الكلاب تقوم بمهاجمة إحدى السيدات بوحشية كبيرة قبل قيام الأهالي بمساعدتها ونجدتها من خلال الاستجابة لصراخ هذه المرأة وسماعهم نباح الكلاب في الشارع، حتى هرعوا مسرعين لإنقاذ المرأة بضرب الكلاب بالعصي لتخليصها من أنيابهم. لحظات تحبس الأنفاس وموقف لا يسر العدو ولا الصديق مرت بها تلك السيدة التي كانت في التوقيت والمكان الغير مناسبين. بحسب ما نقل في مقطع الفيديو، قام أهالي الحي بنقل السيدة إلى المستشفى وعالجوها من عضات خطيرة متفرقة بجسدها لحقت بها أثناء الهجوم من قبل الكلاب. وأيضا صرح صاحب المنزل الذي يملك تلك الكلاب أو التي خرجت منه الكلاب التي هاجمت السيدة، قال أن لا دخل له، وقال أن والدي هو صاحب تلك الكلاب وهو مسجون حاليا، أي أن صاحب تلك الكلاب في السجن ولا علم له بما جرى، وابنه تنصل من المسؤولية مما اقترفته تلك الكلاب مع تلك السيدة. بالمقابل لاقى مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة، اخترنا لكم جانبا من تلك التعليقات ونبدأها مع تعليق لزينب التي قالت. تقول زينب: باع شلون غيرة تنقط منه، ما شاء الله عد ذول الشباب وعد بلد مو مسلم، هاي البنية اللي انقتلت بالشارع قبل يومين كلها تمر من يمها، تقصد نورزان، ولا أحد شالها للمستشفى، العراق العظيم إلى أين؟ أيضا هناك تعليق آخر من تحسين المخلص يقول: تحسين، ويجيك واحد راسه مربع يقول لك أنت بس لا تركض قدامه هو يخاف منك، يلا تفضل تفضل، بس امرأة ذكية لو عايفة القنصلة رجع عليها وأكلنها، شغلتهن بالقنصلة، الله قدر ولطف. أيضا هناك تعليق آخر من علي حسن يقول: ذكرني بنفسي من شنت صغير شلب شمرت عليه طابوقة، أريد أعبر البيتنا بالشارع اللي قدامه، ركض وراي خلاني أصير عداء جامايكي بولت،
خلاني أطفر حواجز 100 متر. أيضا هناك تعليق آخر من آية محمد تقول: ما آية مرة بالغلط دست على ذيل شلب، هو اخترع وأنا اخترعت، واثنيننا ركضنا مهزومين واحد من الأخ بنفس الاتجاه، هو عبالة آني تأركض عليه وأنا عبالي هو يريد يعضني، وبقينا هيش لحد ما دخلت فرن ما صمون ودخل وياي. طيب هناك تعليق آخر من زيدون حيدر يقول: هاي لو بالعراق كان قالوا العراقي أبو الغيرة، بس لين بالأرجنتين ماكو الأرجنتيني، ما قالوا أبو الأرجنتيني أبو الغيرة.